كما كان مقررا انعقدت الجلسة اليوم في الميعاد المحدد لها، وكانت هذه الجلسة مخصصة لاستكمال باقي الطلبات التي يتقدم بها دفاع المتهمين. الطلبات عموما كانت كتتراوح ما بين طلبات الاستدعاء سواء ديال المصرحين او ديال الشهود اللي سمع لهم قاضي التحقيق، وكذلك شهود لائحه اللي ما سمعت لهم لا فرقه وطنيه ولا قاضي التحقيق، علاوه على بعض الطلبات المتعلقه بضم بعض الوثائق اللي مذكوره في الملف الا انها ما كاينه شيء، او ضم بعض الوثائق ديال ملفات اخرى اللي عندها ارتباط بهذا الملف هذا. الاسماء التي ذكرت اليوم بغض النظر عن مراكزها سواء السياسيه او الفنيه او شيء من هذا القبيل، هم في نظر القانون عندهم واحد مركز قانوني، يا إما مصرحين أو شهود. وهذه الأسماء هذه واحد العدد منهم كانوا أناس اللي تيقولوا الحقيقة لما نهار ذا الميل في نفس الرواية، هي اللي قالوا عند الفرقة الوطنية، هي اللي قالوا عند قاضي التحقيق. في حين أنه كاين بعض الناس حتى هادو مهمين، لأني سبق وأن قلت حنا راه في هذا الملف ما بغيناش غير شهود الإثبات، حنا ياك هادو شهود الإثبات اللي كيتبتوا واحد جرم معين، حنا سيدي بغينا نتواجهوا معاهم، بغينا شهود الإثبات وشهود النفي وحتى شهود الزور، وأؤكد وأشدد على أن هذا الملف هذا فيه شهود الزور، والزورية ديال الشهادة ديالهم ستثبت بالوثائق وبالأدلة المادية ليس بمجرد الكلام. إلى حدود الساعة الملف غادي في طبيعته المحكمة تمسيط. الطلبات اليوم تختمات، الجمعة المقبلة إن شاء الله غادي يكون الجواب ديال النيابة العامة على الطلبات. حنا دابا غاديين في الوتيرة العادية اللي كيمشي فيها أي ملف، ما كاينش شي حاجة خارقة للعادة أو لا شي حاجة سلبية أو كذا. ملف كسائر الملفات قبل الطريق القانونية.